الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر مؤسسة ون نيشن على ما تقوم به من مساعدة لإخوانهم المحاصرين في منطقة مضايا بتاريخ 17/2/2016. جزاكم الله. نشكر مؤسسة ون نيشن على تقديمها المساعدات الإنسانية لأهالي مضايا المحاصرين بتاريخ 17/2/2016. جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك الله لهم بجهودهم. نشكر مؤسسة ون نيشن على تقديمها المساعدات الإنسانية لأهالي مضايا المحاصرين 17/2/2016. جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك الله لهم بأموالهم. نشكر مؤسسة ون نيشن على ما تقوم به من مساعدة الإخوان المحاصرين في منطقة مضايا بتاريخ 17/2/2016. السلة تحتوي على مادة الرز ومادة السكر. جزاكم الله خير. شكرا يا أخي. شو بتقول للمؤسسة اللي تبرعت لها؟ الله يجزيهم خير ويجزيهم يا رب. الله يبارك. ان شاء الله الف صحه. شو اسمك يا حبيبي انت؟ شو اسمه؟ اسمك احمد. هذه المأساة تعيشها المنطقة. جزاكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر مؤسسة ون نيشن على ما تقوم به من مساعدة لإخوانهم المحاصرين في منطقة مضايا بتاريخ 17/2/2016. السلة الغذائية تحتوي على مادة فاصوليا زائد مادة الرز. حبيبي شو بتقول للمؤسسة الخيرية؟ جزاك الله خير. شو اسمك انت يا حبيبي؟ بلال. بلال، وانت شو اسمك؟ غفران. غفران، شو بتقولي للمؤسسة؟ وإياكم ان شاء الله. شرفي حبيبتي. السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر مؤسسة ون نيشن على ما تقوم به من مساعدة لإخوانهم المحاصرين في منطقة مضايا بتاريخ 17/2/2016. جزاكم الله خير. السلة تحتوي على مادة الطحين ومادة البلغة. السلام عليكم يا أخي. هي مقدمة من مؤسسة ون نيشن على بسبب الحصار. نشكر هذه المؤسسة. شو بتقول لك كلمة للمؤسسة اللي تبرعت لك؟ نشكرها خير والشكر. الله يبارك فيك. والله كل ما شلون وضعك؟ شلون وضعك؟ ميز. الله يكون معك. الله يخليك. لا في أكل، لا في شيء. بسم الله. جزاك الله خير. الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر مؤسسة ون نيشن على ما تقوم به من مساعدة.